أعمال عن المدارس حديث الناس. ممكن أعرف أنا ليش هون؟ كيف ممكن أي حد يأذي زي هيك؟ أنا مش قادر أستوعب. 6 حلقات فقط من مسلسل مدرسة الروابي للبنات كانت كفيلة أنها تقلب الرأي العام وتقسم الآراء بين من اعتبر هالعمل تشويه لصورة المجتمع الأردني وبين من اعتبره مرآة بتعكس صورة واقعية لمشاكل حقيقية. المدرسة كانت مكاني المفضل والكل بعرفها مني. كان عندي صحبات كتير، كانت الحياة حلوة. ليه طلعوا هدول البنات مش معانا على الباص؟ مش مفكرين حالهم بتحكموا فينا كأنهم حسابات مافيا. بس مش بعد اليوم. ولكن هالجانرا من الأعمال اللي بتناقش مشاكل المراهقات مش جديدة، وعلى نتفليكس كمان كنا سبق وتابعنا مسلسل إليت اللي بتدور أحداثه حول 3 طلاب من الطبقة العامة تم إرسالهم إلى أرقى مدرسة في إسبانيا بمنح دراسية بعد انهيار مدرستهم ليلاقوا حالهم بمواجهة مع الطلاب الأثرياء، الأمر اللي بيؤدي لمشاكل كثيرة. والخطوط العريضة للمسلسل التركي عشق ونوان ما اختلفت كثير عن اللي سبق وذكرناهم، فهالعمل كمان عكس بأحداثه قصة مراهقين هدفهم إيقاع معلمتهم في حب مدرب كرة سلة، وخلال هالمغامرة بيكتشفوا معنى الصداقة والحب والشجاعة. وهالعمل اللي أثار ضجة كبيرة ما كان الوحيد، ففيلم بنات ثانوي مثلاً واللي بتدور حول 5 فتيات خلال مرحلة الثانوية العامة اتسبب بحالة جدل واسعة بالشارع المصري كمان، فالبعض قدر يقرأ الرسالة المهمة اللي ركز عليها هالعمل وهي ضرورة الاعتناء بالفتيات في فترة المراهقة، بينما اعتبروا البعض الآخر خادش للحياة وبشجع الطالبات على الفوضى. انت فضحتنا وكستينا. بقيتي حافظة مش فاهمة. لا بتستعبط. وإذا بنرجع بالذاكرة لل 2005 بنلاحظ إنه هالأفكار مش جديدة، وكانت سبق واعتمدتها المخرجة رشا شربتشي بمسلسل أشواك ناعمة واللي يعتبر من أنجح الأعمال في الدراما السورية. فغير إنه هالعمل نقل قضايا حقيقية بتواجه المراهقات سواء في المدرسة أو حياتهم الشخصية، هالمسلسل كان أيضا بمثابة ولادة للكثير من نجمات سوريا من بينهم نادين تحسين بيك، الله يمضي هالنهار على خير، سلافة معمار، أنا هيك الله خالقني شو أعمل، كندا علوش، شو بدك أنت الثانية؟ بدي أقول لك سر بس خايفة لا تكشفي وتنشري قدام بنات الصف وغيرهم الكثار.